كنبغي نأكد من خلالكم على أن هذه المبادرة هي اقتراح جاء من عدد كبير من الكفاءات الوطنية داخل المغرب وخارج خارج الوطن، يعني من الجالية، كفاءات يعني من المهندسين، الأطباء، الأساتذة، الطلبة، رجال ونساء طبعا، يعني الجنسين من رجال الأعمال طبعا والمهنيين، كفاءات متعددة يعني حتى متقاعدين. طبعا هناك كفاءات الذين لهم تجربة سياسية، البعض له تجربة نقابية، البعض له تجربة جمعوية. توافقنا جميعا من أجل أن نطلق هذه المبادرة التنموية من يعني، وغتشتغل في 4 محاور أساسية نبغي وسائل الإعلام طبعا أن تؤكد عليها. المحور الأول أننا مع كافة المغاربة الغائرين سنساهم في الترافع على القضايا الوطنية الكبرى وخاصة القضية الوطنية والقضايا الكبرى للوطن، ثم نساهم إن شاء الله في الإشعاع الوطني الحضاري. المغرب دولة عظيمة لها تاريخ، لها ثقافة، لها قيم، لها إشعاع حضاري، نساهم يعني بقدر المستطاع مع كافة المساهمين. ثم المجال أو المحور الثاني سنشتغل داخل المجتمع. المجتمع تبين الحمد لله أنه مجتمع قوي أصيل ولكنه منفتح، لكن يحتاج دائما إلى مبادرين من أجل تمنيع المجتمع ومزيد من التضامن داخل المجتمع ومزيد من تقوية وترسيخ القيم داخل المجتمع، كل القيم الوطنية التي أجمع عليها المغاربة. ثم أيضا المحور الثالث هو الاشتغال في المسار التنموي. بلادنا اليوم أطلقت نموذج تنموي جديد بقيادة جلالة الملك حفظه الله، فإذا هذه الكفاءات إن شاء الله بأفكارها، باقتراحاتها، باجتهاداتها، بتجاربها، بعلاقاتها ستساهم في هذا المسار التنموي تقييما واقتراحا ومبادرة. وأخيرا المحور الرابع اللي غتشتغل عليه هذه المبادرة هو تأطير المواطنين خاصة حاملي المشاريع وخاصة الشباب والنساء وبعض الفئات الخاصة، يعني لأن نحتاج إلى مثل هذه المبادرات من أجل التأطير. طبعا لن نكون وحدنا في الساحة، هذه مبادرة ودينامية ستنافس المبادرات الأخرى. دائما أنا أقول حبذا لو أن يقع تنافس كبير بين كافة الفاعلين. الوطن غالي ويحتاج إلى مبادرات كثيرة، يعني بالناس اللي عندهم تجارب واللي عندهم يعني رؤية واللي عندهم تصور وعندهم غيرة طبعا على الوطن. فإذا نحن إن شاء الله بعد ذلك سنوقع شراكات مع مؤسسات، سنوقع شراكات مع جمعيات، وبعد التأسيس إن شاء الله ستكون أيضا الفروع داخل الوطن وخارج الوطن إن شاء الله. الجمعية ديالنا إن شاء الله انطلاقة ديالها اليوم إن شاء الله، تأسيس ديالها غادي تشتغل إن شاء الله على 4 أو 5 المجالات الأساسية. المجال الأول هو كل ما يتعلق بإشعاع الوطني الاقتصادي والسياسي والفني والثقافي للبلاد ديالنا. المجال الثاني هو فيما يتعلق بتأطير الشباب وتأطير المواطنين والتمكين لهم سياسيا واقتصاديا وتطوير مهاراتهم من أجل الاندماج في الوسط الاقتصادي. المجال الثالث هو عنده علاقة بالطاقات المتجددة، والمجال الرابع هو عنده علاقة بالحكامة. بالنسبة للتأسيس هو عنده طابع خاص لأنه تأسيس رقمي 100%. حرصنا باش أن إن شاء الله نعتمد على أحسن التكنولوجيات في هذا المجال بإنتاج واحد البرنامج رقمي من الخبراء ديالنا باش نسيروا عملية ديال التصويت وعملية ديال المتابعة ديال المغاربة والأعضاء اللي خارج أرض الوطن. كذلك استعملنا تقنية زوم باش يحضروا معنا إخوان من خارج أرض الوطن اللي هما عديدين تبارك الله، كاين إخوان من أوروبا، من أمريكا، من الشرق الأوسط، من إفريقيا ومن آسيا كذلك. حاليا حنا بصدد تأسيس الجمع العام التأسيسي، غادي ليه إن شاء الله 2 سنين من تأسيس الفروع الجهوية لجميع الجهات ثم الفروع خارج أرض الوطن. غادي نأسسوا الفروع بدول كفرنسا، كندا، أمريكا، ألمانيا، إيطاليا، دول الحمد لله اللي عندنا دابا عدد الأعضاء اللي مسجلين معنا في المجموعات ديال الواتساب، المجموعات الافتراضية تقريبا شي 800 عضو حال اليوم كيحضر معنا، يعني الأعضاء اللي حاضرين معنا وسط القاعة زيادة من 180 عضو، والأعضاء اللي كاين في تطبيق زوم تقريبا واحد 200 عضو. غادي إن شاء الله من بعد هذه الجلسة الأولى غادي ندوزوا للجلسة الثانية اللي غادي يكون فيها التصويت على المصادقة على القانون الأساسي، ثم التصويت على رئيس المبادرة، فتصويت على المكتب التنفيذي، ثم غادي نختتم إن شاء الله برفع برقية الولاء لصاحب الجلالة ناصر الله. شكرا لكم.